يوم الحد إن شاء الله هيكون بداية أو البداية الفعلية بقى لجلسات الحوار واللجان والقضايا اللي هتناقش في الحوار الوطني. يوم الحد إن شاء الله هيكون المحور السياسي، هيكون في 4 جلسات. من النهاردة بدأ بقى في شغل وتحضير لهذا المحور تحديدا، كان في اجتماع تنظيمي مهم دكتور علي الدين هلال وهو المقرر العام للمحور السياسي مع دكتور مصطفى كامل السيد المقرر المساعد والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية، عشان توضع بقى اللمسات النهائية لهذه الجلسات، هتنطلق ازاي، السيناريو هيمشي ازاي في إدارة هذه الجلسات، ما يطرح إن شاء الله من خلالها ازاي، حتى هيكون في توافق على وجهات النظر اللي إن شاء الله نتمنى أن تخرج بها الجلسات في هذه المحاور، سواء كان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. برحب بسيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. سيادة المستشار مساء الخير يا فندم. أهلا أستاذ عمرو، إزي حضرتك؟ أهلا بحضرتك، الحمد لله يا فندم. يعني أرجو يعني حضرتك تضعنا في الصورة يوم الحد وفقا لما تم من وضع الرتوش الأخيرة، كيف ستبدو الجلسات، كيف ستدار النقاشات فيه؟ طبعا يعني خليني الاول عاوز اقول تعليق صغير. فضل. مصر في حاله حوار منذ ان اطلقت الدعوه للحوار، وهذه الحاله تتصاعد تدريجيا كلما اقترب موعد الجلسات العلنيه. تمام. هي الجلسه الافتتاحيه كانت جلسه مشرفه وفيها زخم وفيها تنوع كبير، هنلاقي ده برضو منعكس على الجلسات العلنيه اللي فيها نقاش. ان شاء الله يوم الحد هيبقى في 4 جلسات، هيبقى في قاعتين، كل قاعه هتحتضن جلستين. تمام. هيبقى في جلستين على التوازي زي ما حضرتك عارف، بالظبط في نفس الوقت، جلستين في نفس الوقت، ومده كل جلسه 3 ساعات، الجلسه الاولانيه والمتوازيه معاها من 12 ل 2 استراحه لمده ساعه، ثم من 3 ل 6. ده بالنسبه للمحور الثاني. الحقيقه انا يعني امبارح كنا يعني في الاكاديميه الوطنيه للتدريب وعملنا اجتماع مع مقرري المحور السياسي. وكان الدكتور علي الدين هلال والدكتور مصطفى كامل السيد موجودين، والحقيقه احنا كنا بنجاوب على الاسئله وبنراجع مواد اللائحه وبنشوف ايه المواقف اللي احنا ممكن نتعرض لها، بحيث ان ما يبقاش يعني يبقى احنا غطينا كل الجوانب. يعني اكيد يعني يوم الحد طبعا انت عارف حضرتك التفاصيل كتير والاستعدادات كتير. يمكن بس اللافت للنظر حاجه واحده بس. اتفضل. الطلب يعني المتزايد على المشاركه. طبعا. الحقيقه يعني اولا طلبات كلها مهمه واشخاص كلهم متنوعين وكلهم يعني من ذوي الخبره والمصلحه. لكن في النهاية الوقت محدود، الجلسة مدتها 3 ساعات. طبعا يعني أنا بقول لحضرتك التحديات اللي أمام مجلس الأمناء وإدارة الحوار في إدارة هذه. طب مش ممكن يا فندم برضو زي ما عرفنا أن ممكن يكون في امتداد للجلسة، بمعنى أن تعقد جلسة أخرى مثلا الأسبوع الذي يليه، الأحد الذي يليه مثلا؟ يعني أنا كنت هوضح يعني مثلا فضل. لو أن قضية النظام الانتخابي مثلا الأمثل نوقشت على مدار جلستين وكان هناك لا يزال متسع من الآراء ومتسع من الأفكار للمناقشة، فليس هناك مانع أبدا أن يعاد استكمال مناقشة القضية دي في الأسابيع التالية، عشان بحيث يا فندم محدش يقول أنا كان عندي رأي وما قلتوش. لا لا لا، أنا هقول لحضرتك على حاجة، الموضوع ده إن شاء الله احنا حريصين على أنه ما يحصلش. تمام. بمعنى يعني اصل انت لن تستطيع ان تصل لتوافق الا اذا كانت القاعه امامك كلها خلاص سايلنت، يعني هذا هو التوافق. يعني لا احد معترض، هذه هي نقطه التوافق. طبعا المقررين مطلوب منهم ان هم ازاي يسالوا الاسئله المهمه التي توقف المشاركين والمتحاورين على ارضيه مشتركه. يعني المقرر باسئلته الذكيه يستطيع ان هو يوجد هذه المساحه المشتركه، ثم يتقدم للامام كلما حقق توافقا في نقطه ينتقل الى النقطه التي تليها.
ممتاز. هل بقى في نهايه الجلسه يا سياده المستشار هيتم مثلا يعني اعاده طرح مثلا زي ملخص تم التوافق على مساله كذا ومساله كذا ومساله كذا مثلا، يعني بحيث ان يكون في النهايه على امام الحضور ان هناك بالفعل تم مناقشه هذه البنود وتم التوافق بشانها؟ سيتم اصدار بيانات يوميه بمجريات الجلسات وما تم فيها من توافق وما تم فيها من عدم توافق. ممتاز. والقضايا والنقاط التي نوقشها والآراء التي أبديت في شأنها، هناك شفافية وعلانية كاملة في هذه المسألة. في النهاية الحوار الوطني هو من أجل المواطن المصري، وبالتالي يعني يجب أن يكون المواطن المصري على علم بمجريات هذا الحوار. أكيد. بشكر سيادتك شكرا جزيلا المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.